نعم كيفاش القضيه ديال السمن؟ السمن اسيدي كنت عند شي ناس سارح عندهم البقر. وملي كان بغي نبات كان بات في واحد البيت فيه واحد الخابيه ديال السمن. كيخلوا لي واحد نص خبز حدايا كان نوض بكري كنضحي البقر حيت ملي كنردو كيحلبوه كندير داك السمن معايا كنضرب هذاك النص غا سمن. النهار الاول كلتو بالخبز النهار الثاني عاد كناكلوها هكاك. عاوحدو. زيد؟ كنضربو سيك. سيك؟ سيك. ودي سيك. سير؟ أربع أيام حصل. أربع أيام؟ أربع أيام ما تيت كناكل. تحصرتي؟ تحصرت ما تيتش ناكل. يا سيدي تعصبوا بالهندي أنت محصوب بالسمن. من؟ زيد؟ ما تليتش ناكل. ها؟ ترقلتي؟ ترقلت، عاد كنجيب البقر كندخلو كيعطوني الماكلة كنقول لهم أعطوني غاتاي والماء. أتاي؟ والماء. بارك عليك. بارك علي. زيد؟ باش تليت؟ ألحقت سبع أيام. نهار سبع أيام جاي. والد هذا سبع أيام. سبع زيد نهار بتحزب زيد نهار سبع ايام زيد جاي مع العشيه جايب البقر وانا الدور ليا في راسي قلت هاد القضيه غادي نجرب التراب نشوفها تراب تراب تيرس ولا بياضه ولا لا تيرس حمراء حمراء زيد كنقيها من الحجر بديت تم جاي كنقي ذاك التراب من الحجر كنضرب الحفنه الاولى عاود سفيتيها سفيتها الاولى عاود درت الثانيه حتى هي نقيتها من التراب سفيتها درت الثالثه نقيتها من طراب سفيتها ملي عاد جاي في الطريق مشيت واحد شويه بركه عاد كنحس بالجوع كيضرني عاد خصني غير ما نحبط رحمه الله رحمه الله في كاين هذا التراب الله يرحم الوالدين في الشرق شمال زعما الشرق الشرق ما بقيتيش عاقل عليه لا قول ضربت اسيدي ديك الطريبه جيت للدار قلت لهم عطوني لا كاين شي ما ناكل رانا جيت اوي على انت داويت قلت لهم داويت نحمد الله ونشكر هذيك الترابيه هبطت لك عند الفرفاله التحتانيه سمن كيفاش؟ الترابيه هبطت لي السمن عند الفرفاله التحتانيه او من تم لكاب كيقولوا الناس هذاك باغي على السله بلا عنب وانت انا باغي اللي فيها كيفاش القضيه ديال السله؟ سله سيدي عمرها مولاها كرموس دوزت عدو لقيتو كيقلع الكرموس قلت له يعطيني القراصه نقلع بها كريمسات ولا قلع عليا قال لي سير السله راه عامره كول وزيد بحالك الهندي هذا الهندي زيد درت سيدي السله درت الخنشه لواحد الحمار حشق على راسه زقى مشيت انا السله بقيت كنخبط دروب 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 سله صغيره كبيره لا كبيره ما صغيره شيء ما صغيرهش بزاف لا كتهز كنهز دروب 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 بقيت الكرموسه الاخرى في يدي ها هو جا ها قال لي انت اش درتي يا فلان؟ ولا عطى الله هو هذا قلت لي سير السله قال لي هاد السله كاع ما ناكلها انا وخيمتنا هو وخيمتهم؟ اي قال لك ما ناكلوش هاد السله وما يقدو قلت لي ما يقدوش عليها ما يقدوش عليها وانت وحدك انا وحدي خبطتها خبطتيها؟ خبطتها امي امي هذا فواد والعرب الفرافر ربعه ها الفرافر ربعه الفرافر الفرافر ربعه خدامين اصحابي راه مشاو البرد بحال الضوء شاد لا ما كيديروا لنا اش دقري على ثلاثه يا خوي النص خاصه ثاني واش تقري على ثلاثة خاصة سلة أخرى؟ بصحني أهلي الماركة راه دار صحيحة ويلي لا هذا اللي هذا اللي ساف التراب ولا لاباس ساف انت التراب لما يسكت لك الموطور في العقبة الله يحفظهم كيفاش قلتي لي يا حسن على الطيارة؟ الطيارة ملي كنت صغير كانت حابة تهود السماء ولا ما نعرف عا نسمع زارت ما نوقف حتى الكوشينة لداخل كانت البد كان البد بعض المرات نبول بعض المرات بصحني تخلط الباطه كاع بعض المرات واش انت مخلوع من الطياره ولا الطياره كانت صحيحه تهبط السماء هذيك الساعه باقي صغير ما عندي عقل شيء ما عرفوش هذوك عندنا بنركبوا فيها ما لقينا واخا وكيفاش القضيه ديال الخطبه؟ الخطبه شي ناس مشى يخطبوا واحد الطفله يا مشى يخطبوا دخلوهم فرحانين بهم هي عشرتهم ببركة عصله بدات تصلي بركة عنافيله زيد يا هذيك ام العريس قالت لهم يا سبحان الله العظيم الطفله اش كدير الصلاه وحده خالتها كتسخر قالت لهم ايه ماشي كون كانت ماضيه وتشوفي كون كانت على وضو وتشوفي قيام الليل كي داير بداو عليهم بالعمول من النهار الاول واخا وكيفاش القضيه ديال هذيك المونيضه هذاك سيدي واحد شي ناس عندنا كانوا كيتسوقوها بالكاميون الساعه السوق بعيد كيمشيو بيست الاربعه بن قرير ثلاث زيد ايوا تسوقوا شدوا لهم جدرميه الاوراق دخلوا الكاميون وما قعدوا تحت واحد الحيط الحال سخون كان الطير ويجي على راسه كاينك ناس كبار كاين اللي ما عمرو ذاك مناضه ولا شافها كي داير زيد وشي دراري صغار دخلوا الفيلاج الداخل شربوا مناضه واحد قال نهز هاد فاطمه البنت ديالي سميتها فاطمه ديك الحمراء هاكاك
هذيك هو مسكين عمره ما ضاقع باردة أما ما الشيبان يكمل تقرع قال لي سيرة ودي أحمد بردية فمي الله يبرد أمك فمها كان ناقش هو المرأة كيفاش؟ كان ناقش هو المرأة زيد عاد ربديك المنادى تقرع قال لي سيرة ودي أحمد بردية فمي الله يبرد أمك فمها سيرة وليدي كيما بردتي ليا فمي الله يبرد أمك فمها قدام الله خويا راسنا الخرج هذا باش القضية ديال الملح الملح بكري كانت الناس غشامة ما عارفينش ما عارفش كيشرو الملح قلة العرف كيقول هاد الملح كتجبد من الله ما كتجبد هذا واحد فاهم قالوا علاش حنا ما نزرعوا واحد العبرة علاش ما نزرعوهاش؟ أيوا وتنوض عندنا في البلاد وما نبقاوش نصيروا ما نبقاو نصيروش زيد زرعوا عبرة إيه هبطات مناط واحد النهار ضرب الشتا قال لي نبحثوا لهاد الشتا طق النبتة ما رباني تنوض اه جا واحد جوج فاهمين بركوا يبحثوا ركبوا واحد القزيبة ديال عقرب صفرا قال لي زق عندك قيس هذه نبت الملح ما عمرك كانت ها هي ها ما يضيعها قال لي بلاش نضوق دار نسال وتعطيه الراق الفم والنسال قد 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 قال لي لا كانت هذه هي الملحه ديال البلاد حاره راه حتى واحد ما يملح بها هذه